زيد عندنا ثلاث طرق، طريق السيف وطريق الطعوش وطريق الأصبخة. الطرق هذه لها مميزاتها ولها عيوبها، بذكر لك مميزاتها وبذكر لك عيوبها وإحنا ماشيين إن شاء الله في الطريق. فاجأة مثل ما شفت يا أبو سعود، هالطيس ما كان موجود أو يمكن تغير شكله من العام، كان مطبخ، كان صغير، وسبحان الله مع الوقت مع عوامل الجو تغير وصار هذا من عيوب طريق المصطاح. وعندك بعد المطاب، طريق المنطقه مفتوحه كامله، تجيك سياره من اي منطقه من اي مكان بتجيك توقعها. لا. مطاب ما تبين قدامك تواجه بها، خصوص نفس القص هذا اللي جاك. خبره كان مطاب تطلع من مكان، سبحان الله تغير مع الوقت، عشان كذا فانت انتبه في الاول وفي الاخير السرعه. ما يعني نسرع ولا ما نسرع؟ لا تسرع، لانه مغري هو حق السرعه. ايه مغري، جدا مغري، جدا مغري. نعم يا ابو سعود، بس ايه هذا مش في الاول وفي الاخر. نعم السرعه فعليا ايه تصير الحوادث دائما في المصطاح او غالبا. صحيح. يعني صحيح، والله بروح على الساعه وبرجع على الساعه. لا حول. نعم. بروح تاخر لك دقيقتين ثلاث دقائق وتوصل بسلامه. يلا فكنا. نعم.